معانا يا اخي علي عرس يمني اليوم عرس مبروك الوالد سبحان الله السلام عليك كما باشا منين بركان الله يحفظك شو سمعت يا زين كويس دونك تزون هيني هيما ميكسبير اوبيكس كابيكس نظام بتاعك بدل ما كل ce qu'on appelle la participation citoyenne et le budget participatif. Il y a le budget participatif. Donc pour le budget participatif, on a là chez quelqu'un tassement budget participatif. Je crois que c'est pas grave, mais le budget participatif valait. Donc, attends le 10% à quelqu'un. Bon, même moins, 5%. Donc, سوف كنت عندنا كيسيون نعرفش شكون زاد اسئلها ولا اسئلها حتى راهو فلوس لا غير ماشيين فلوس لا غير ماشيين يا بني دونك دونك اللي نعم فيه كيما قلت لهم لينكدين رواية كوميك يخشوا ان شاء الله مباشرة اوكي soutien aux réformes en matière de transparence des finances publiques. Ben, tu vois, on parle des problèmes liés à la participation du budget participatif, la disponibilité des données budgétaires, la qualité des informations disponibles, l'absence de mécanisme de participation citoyenne. Donc, il y a beaucoup d'absence de mécanisme de participation citoyenne. Elle est très bonne, elle est très noire pour l'abbé. ونجد اهتمامهم مش يركزوا عليه ولا يفركزوا عليه هي وين نجم نمشي باش يكون عندي راي في الميزانيه اللي تتقدم ولا الميزانيه اللي من بعد باش تتنفذ بالطبيعه. كلنا نعرف النيابات الخصوصيه. النيابه الخصوصيه قبل ما تبدا تعرف الاعداد نتاع البجيه نتاعها تخرج اعداد للمواطنين انا باش تفتح مشروع الميزانيه نتاعها وتكون تلعي فيه للمواطنين الكل باش يكون عندهم راي في المشروع هذا. سوف كو الاعلام في تونس المشاكل اللي هو ضعيف برشا. هذاك علاش ديما نلقاو البلاك هذايا ولا الرونس هذايا في المبنى هذايا في التركينه في الجرطه ما يراها حتى حد. سوف كو نحن ما نمشيش مثلا. هو مشيريتهم يخبيو في لي زانونس يحبوا يخدموا حالهم ونحن ما نمشيوش نقولوا وينو حقي باش يكون عندي راي باش تكون عندي كلمة في المشاريع باش تنفذ في المنطقة نتاعي. اللي ننصح بيه العباد الكل فرصة ها باش نعرفوا راهو ثم مرحلة اسمها مرحلة تعداد. المرحلة هذيا تبدا من بارس كنا نمشيو للنيابات الخصوصية نتاعنا ونحاولوا نبدو ونعطيو رأي مكانا ونقولوا رانا نستحقوا في المنطقة نتاعنا. في بلاصه ما باش تعمل لي نهج جديد ولا في حتى لا راني نسحق باش نصلح لي نهج ديجا اكزيستون وفيه 100 فرقه. الموضوع هو بلو تكنيك اكثر من هكايا نحاول نحكي بكلام بسيط نفهمو الناس الكل، مي هذايا جينيرالمون المشكله نتاع ان ما نفركسوش على الحق نتاعنا في لابارتيسيباسيون. صحيح ما نعرفوش وين نمشيو اما زاد انا ما نفركسوش غلطة. نحن اليوم ك سوسيتي سيفي من الدوله بتاعنا ان نفرضوا الراي بتاعنا ان نحاولوا نخلقوا مع بعضنا ان ميكانيزم دو بارتيسيباسيون سيتويان. يقول ان ميكانيزم دو بارتيسيباسيون سيتويان يكون ان اسامبلي تاع اكزومبل ان اسامبلي تاع جمعيات هو مهتمين بشان فينونس بوبليك يحاولوا يعملوا مع بعضهم على الاسامبلي والاسامبلي هذا يمروا من خلاله جمله المطالب نتاعهم ولا جمله لي ريفورم اللي راهو مصالحين.
Donc, les réformes de 1962, elles ont mérité une loi importante. Le code de transparence de la gouvernance financière publique à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays pairs. كيما نعرفوا اللي عندنا جملة من بلدان جيران كيفنا قاعدين يخدموا على يخدموا على البارتيسيباسيون سيتويان وبدينا بدينا حتى مع بعضنا معناتها. أما اليوم كي نشوفوا لي رابور بين إكزومبل بين تونس وكينيا نشوفوا كينيا وين ونحنا وين معناتها. صحيح قدرنا برشا في الترونس دونك كي ندخلوا اليوم للسيت نتاع المينيستير دو فينونس نعطيو لي داتا تكون ديسبونيبل أي واحد ينجم يتيليشارجي الرابور اللي حاب عليهم. Et là, j'ai téléchargé les projets aliments jolis du ministère des Finances, mais la qualité d'information est connue à la charge. Pour la qualité d'information, on a dit M, on a dit moi, je suis arabe, 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 je مشروع ميزانية. الداتا كما قلت اللي نلقاوهم في الـ في الـ في الـ في النت جينيرالمون يكونوا ديدي للزيكسبرتيز. سوف كو زيكسبرتيز بيتها اليوم كي تجي تقرا الداتا اللي موجودين هي بدا تطلع. علاش تطلع؟ على خاطر ما نعرفش اذا كان زاد شكون هنايا حاول ولا انه يقرا يقرا تقرير نتاع تنفيذ ميزانية. مثال تقرير ميزانية تنفيذ وقت اش نقرا. نحب نسأل سؤال بلاي. فهمتوا؟ هذاك اللي حبيت نقول حتى الكونيسونس اللي عندنا لازم نعرفوا اللي لي رابور هذوما وقت اللي انا باش نعمل ان كونترول وانا باش نعمل على 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 ليكزيكيسيون تاع البيدجي في الفتره بين جانفي و جوان كي نسني رابور زاد في جانفي من بعد ولا في فيفري من بعد معناتها ديلاي سبع شهور هذوما ديجا معناتها بالنسبه لي انا رابور زاد ما نجمش نقدر بيه الرابور هذاك وما نجمش نصلح بيه وما نجمش على الاقل نصلح اللي تعدى فيه اللي تعدى بعد فيه. علاش؟ على خاطر في وسط العام نجيو نحن نعملوا اعداد المشروع الميزانية نعملوا بريفيزيون تاع المشاريع ناخذ اكزومبل مشاريع تنمية في الجهات. مشاريع تنمية في الجهات كي نعملوا كي نعملوا بريفيزيون تاعهم في البيدجي جي وحدنا باش نعمل بها هما جي وحدهم يقولوا احنا في جندوبه مثال باش نعملوا فاك ميدسين وباش نعملوا نعرفش انا باش نعملوا كيس بعد هكا وجبنا المشاريع بعد يجيو في التنفيذ تاع المشاريع هذوما بالطبيعة المشروع ولا نحن خاطر نحن ولاد المنطقه نحن اكثر ناس نجمو نعرفو شنو نستحقو في المنطقه هذيك. اسكو نسحقو الكيس هذاك نحق ولا لا؟ اسكو نسحقو في المسين غادي ولا لا؟ اسكو هذيك مشكلتنا نمرة واحد؟ ما ينجم يعرفها كيما ولاد المنطقة. صحيح ما الوزارات الجهوية تاع مثلا تجهيز هي اللي تحضر في رابور هذايا، أما ما فماش حتى مينيموم دو بارتيسيباسيون سيتويان في الأعداد. وقت اللي ما فماش البارتيسيباسيون سيتويان في الأعداد بالنسبة لي أنا المشاريع هذيك ماهيش باش تكون ماهيش باش تجيب لي بوزوان تاع العباد تاع ولاد المنطقة. من بعد ما يعملوا العباد تاع المشاريع هذوما يجيو في ليكزيكسيون في التنفيذ. يجي في التنفيذ هو مقرر باش يعمل فرق بنسين على أرض اللي عمل توت ان دوسيي تكنيك ادمينستراتيف كومبلكس كل شيء واضح على نتاعو كامل ما في حاجة جاي يجي في ليكزيكسيون يلقى مشاكل مع مثال مولا الأرض اللي قال انه باش يعمل فيها الفاكهة هذيك مولا الأرض ما يحبش يبيع ماكش باش تجبره باش يبيع ولا يلقى مثال
في جهاز نتاع مشروع الياس نعطيكم اكزومبل شكون يعرف خزنه دار؟ فهمت؟ القدره نتاع خزنه دار قداش قعدت؟ قعدت ماهيش كامله. ثم ثلاث سنين. ثم ثلاث سنين. منهم اكثر من عام قعدت واقفه على خاطر مولا دار ما نجمش يوفر الكوا ما حابش ينقص في التيران تاعو لحساب القنطرة هذايا فهمت مولا دار ما نجمش تقول له لا الا بالقانون بالطبيعة نعرفوا اللي الحاكم وكل شيء باش ياخذ برشا وقت الو اذا كان جاء ثم على الاقل مولا دار هذايا معناتها شاوروه قبل ما يعملوا المشروع قبل ما تصير ديتود نتاع المشروع فهمت كان ياخذوا كانوا ياخذوا لاكور تاعو كيما كانوا ما ياخذوش فانا ما ياخذوش لاكور تاعو وما تبدل شوف الفيرناتيف واحد اخرى شوف حل واحد اخر بالطبيعه هما ما يتلقاهمش برشا خاطر الوقت اللي ضاع في تنفيذ المشروع هذاك بالنسبه لي انا كله فيه معناتها كل ما عندنا دي بوان نيجاتيف في تنفيذ الميزانيه فهمت على حساب مشاريع اخرى ذات اولويه اكثر وذات فائده اكثر للتوانسه ولا لولاد المنطقه هذيك دونك اخر بوان نحب نحكي فيه بالله نحن في عدد كلمة الانتقال الديمقراطي خسرنا برشا حاجات، الانتقال الديمقراطي سيحنا برشا حاجات كيف خسرنا حاجات، علاش خاطر كانت عندنا مكتسبات، بدات المكتسبات هذيا قبل ولا بعد الجانفي كانت فيها دي ديفيرونس فيها دي بوان نوار، أما دي بوان نوار هذوكم مش بيهم نحي تلغي مؤسسات ولا تلغي دي ساتيو ادمينستراتيف معناتها تلغي دونك بلا كانت عندنا مثلا في تونس كان عندنا كونسي ايكونوميك سوشيال كونسي هذايا الكونسي هذايا في كل مشروع ميزانية يتحط انا ناقص قد ما كان المشروع اللي هو الذي الاكسبرتيز في البلاد ومن بعد يمشي للمنصف عليه ما يمشيش مشروع ميزانية من غير الذي نتاع الكونسي هذايا بعد ما رجعت في البيع الفرنسية هذه ولا المشروع يجي كامل وجيت من بعد المبادرة في المجلس التأسيسي اللي رأي شخصي ظاهر ناقصة شوية اللي هي الهيئة الهيئة الدستورية للتنمية وحماية الجهة القائمة هي اللي تعطي الأفي في الـ في الـ في البيجي في البروجي في الأقل مصاري دونك نحاولوا مع بعضنا ثلاثة هذايا الصراع الصغير اللي قاعد يصير ان نعاودوا نعرفوا مؤسسه واحده اخرى تكون عندها كونف دو كونف دونك يكون عندها تاثير مباشر على المصادقه على المشروع دونك الهيئه هذيا ترجع من جديد مش بنفس الاسم مش بنفس الاكسبرتيز نحاول نصرفوا فيها اكثر ويكون تكون فاعله اكثر في الميزانيه يكون قبل ما تمشي الميزانيه يكون ثم انا في يكون على اكس البيجي يكون لها هو البيجي هو اللي انا اون طونك مثلا معلش في عود زاد هيئه واحده مش هيئه هي مؤسسه واحده تكون مؤسسات اكثر من واحده معناتها في عود افي دوز افي وتروا واربعه وخمسه وحتى اكثر الدومة زادة هنا عندنا جملة من الإصلاحات كما كانوا يتعداوا قبيلة ثم أمبليكي نحن نرجع لأمبليكي لا سوسيتي سيفيل كما كنا نحكي أمبليكي لا سوسيتي سيفيل دون لي ترافو دو بلانيفيكاسيون دو بروغراماسيون إي لابوراسيون دي بروجي سيكتوريال إي تنمية جهوية خاطر ما يعرفوا مشاكل الجهات كان ولاد الجهات ثم لا كوميسيون ميكس ان او اف او اس سي réaliser sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement. Voilà, on a pu aller à la fin. Thomas a respecté les détails communiqués des rapports des quatre étapes de processus budgétaire. Les étapes de processus budgétaire ont eu mal. Allez, voilà.
بالطبيعة ما ينجمش ما نجموش نراقبوا ميزانية من غير الراكور يكون في الوقت اللي نحن حاجتنا به، ما حاجناش براكور بعد عام وبعد عامين. دونك هنا بداية حابين نوريكم شوية من التجربة نتاع نتاع كينيا في البودجي بارتيسيباتيف. هنا باش نشوفوا في البارتي دو سيكونس هذاك الكينيين كيفاش يعطيو رايهم ويفركسوا هما اللي يمشيو يفركسوا ويجبروا الحكومة يصيف عليها باش يعطيو رايهم باش يعطيو رايهم باش يعطيو رايهم ويحاسبوا على الرأي اللي تعطاه في اللي موانزا. معناتها أنا ما يكفيش أني نعطيك رأي، أما نحاسبك اسكو خديت برأيي ولا لا؟ ولا؟ We call it the communications team. And basically the work of the communications team is to go out to the people, to talk to them about CDF, what it means, and why they need to get involved. So it's participatory education theater, that's what we call it. They are saying that there are two classes here, and we have found a lot of things is uncompleted. These are the windows. It's uncompleted also, and they do cheap material. They are saying there are 12 windows, while there are only 8. They are thinking of two doors, but there is only one door. And they are also talking about the glass door, but this is a wall, and they just painted it. And they said they complete a lot of things. تصور تاعك مش تصور من الحقيقه انه في مشروع ميزانيه اللي تحط المدرسه هذاك كان ثم في الكيشارج انه الباب باش يكون لوح وستيكات معناتها بعد ما المصروف هو مصروف الباب والستيكات نتاعو فهمت وقت اللي جاو يتبعوا في التنفيذ جابوا البريساتير عملوا له قالوا له هذا راهو لوح صحيح عملت لوح اما راهو ماهوش سكيت لازمو يرجع يعمل السكاج نتاعو نحن في الدوائر نتاعنا في الحوض اللي نعيشو فيهم صرنا نعرفو اللي ثم مشروع ثم شغل هذاك غوتينيو غارونتي البلديات ولا الجهات المسؤولة على تنفيذ المشاريع وقت اللي يقبلوا فاتورات وقت اللي يجيو باش يخلصوا تاكلين سكون هذاك 10% من غوتينيو غارونتي 10% هذوما يقعدوا عام في مشاريع وكاع اللي تفوت كما نتاعهم أكثر من 3 مليون نحن بعد ما ناخذ الطريق في الجهه نتاعنا نجيو نرجعوا بعد 6 اشهر نلقاو الحفر في الطريق هنا ريسبونسابيلتي ماهيش نتاع الجهه المسؤوله عن المشروع كهو اما زاد حتى المواطنين مسؤولين راهو مسؤولين باش يعملوا على الديفيكت بوينت على الريزيرف هذيك معناتها مسؤول انا باش نزرع حفره في قدام داري والكيس نعرفوا اللي هو عنده 6 اشهر من اللي تنفذ
نمشي للجهه المسؤوله نسال الطبيعه من الاول شكون الجهه المسؤوله على الفكره هذايا بعديكا نمشي راهو الكياس صار فيه حفره هذايا عيطوا للبريستاتير بتاعكم عيطوا للمنافذ اللي خلصتوا فلوس باش يصلحوا هو على ريسبسيون فوالا حتى بعد الريسبسيون يوليو الجهات المسؤوله هما جهات قائمه على الصيانه واللي بيبيع الجهات القائمة على الصيانة هذايا كيف كيف عندها المصاريف أنا مش نعطي أنا كونتر إكزومبل في تونس راهو عندنا الدواء بتاعنا معناتها يقول لك اللي مثلا مثال في الصفحة الحكومية ثم لا ريسبسيون كبيرة بالعام كل شيء يمشيو بيهم ويجي البريستاتير يجي المنفذ ويجي مسؤول من مثال من الدبي الجنوية من وزارة التجهيز ويدوروا مع بعضهم يعملوا انسكريبسيون ومن بعد صح عنده في الـ في الـ في الـ في لوفي دو ريزيرف اذا كان عنده ريزيرف بالطبيعة سوف كو اللي انا نصوره en tant que auditeur c'est là انه المسؤول هذا المسؤول هذا ما ينجمش يعمل معناتها ما ينجمش يعمل تراساج نتاع اكزومبل نتاع 5 كيلومتر هو باش يمشي 3 بوان كان 5 صحيح اما هناك شويه نحكيو على بروبليم دي ريسورس نحن زاد كما قلت هي ريسبونسابيلتي بارتاجي معناتها نحن زاد عندنا دور فيها نحن معناتها مانيش نستناو في الغلطه مشكلتنا مش باش نشدوا الحكومه بغلطه راه مشكلتنا معناتها انه يكون بالحق كياس ما ليجل هذاك علاش اذا كان انا عندي فرصه باش يكون عندي راي في المراقبه نمشي نعطي راي دونك انا هنايا معاش الانترفونسيون تاعي او فيك Merci beaucoup, donc on vous donne une série de questions. Question réponse. Vas-y.